يا ساتر يا رب، ايه الاحجام دي؟ انت من فين يا بلدينا؟ شكلك غريب على البلد، لان مفيش مخلوق في البلد دي يقدر يوقف يقول لك الكلمة دي. انت منين؟ انا من مطاريد الجبل، واخر مطرود في الجبل فيهم، ونازل عشان اشوف الغولة والعفاريت. ده انت هتشوف الغولة وام الغولة كمان وببلاش. احنا عنينا رجالة الجبل والجايين من الجبل. تعال يا حلو تعال، هتشوف الغولة اقف هنا. اقف هنا؟ اقف هنا انا فرجيك الغولة. لا انا اشوف. اقف، عايز تشوف الغولة؟ ها انا فرجيك الغولة. ورهاني اهدي. حلوة الغولة؟ اهدي خلاص يا خدور بيه، حاج علي. لا استنى لسه فيها حتي. انا امي عايزة ادي، امي عايزة ادي. وتوقف تقول لي قدام الناس مش هدفع لك تاوى، انت مش تدفع حاجة خالص. خلاص اخر حاجة تدفع حاجة. يا نهار اسود يا نهار اسود، كفاية انا من رجالتك يا مندور بيه. استحملني فاضل الاربعة نخلصهم وخلاص. يا كتير. كفاية كفاية، الخنجر هيضرب في كرشي. مين البيت دي؟ بنت الحاج إبراهيم الحلاق. كبرت وحلوت، نجيبها لك؟ ملكوش صالح. شوف الولية كاتعه فين، خليها تجيبها على المضيفة، خليها تقلعها الأسود ده وتظبطها وتحط لها مكياج. يا راحت فيه. والله ونلت اللي ببالك يا مندور يا ابو الدهب، وعملت ملاهي الشيطان، ونفذت وصيه ابوك. الله يرحمك ابوي ويحسن اليك، انت اللي زرعت في قلبي الشر والقسوه، ولغيت من حياتي حاجه اسمها شفقه ولا رحمه. مش هنسى يا ابوي اول ما وعيت على الدنيا شفتك وانت بتقتل امي وامي بتقتلك، ودخلت عمتي قتلتكم انتوا الاثنين، ودخل جدي خلص عليكم كلكم، رضعت منكم الشر. ربنا يبارك فيكم وفي سيرتكم العطره. اول مره قتلت فيها كان عندي 12 سنه، واول مره اغتصبت فيها كان عندي 12 سنه، واول يوم حركت في غطان للغلابه كان عندي 12 سنه. بس كان نفسي ربنا يكملها بمترين ثلاثة طول عشان الهبة تكمل، لكن بعون الله أنا عوضها بالرعب للخلايق اللي بيقولوا عليهم غلابة، دول عايزين الحرق. يا رب يا رب زودني شر وقوة. خش يا كتعة. يا ساتر العوافية يا مندور بيه، جبت لك ست البنات. جر يا بيت، جرب يا بيت على سيدك يا بيت. تأمرني بحاجة تانية يا مندور بيه؟ استني أقول إيه يا رغاية. أنت جاية جاهزة أحمر وملعلط، لف يا بيت. بس يا بيت دوختيني، وقفوها. وقف يا بيت، وقفي. إيه قولي لي يا ولية، ضفايرها دي ضفاير ولا اكستنشن؟ لا ضفاير يا مندور بيه. كله هيبان، ما احنا ما هنلعب مع بعض هنشد بعض، هيبان. لعبي حواجبك يا بيت. بس خلاص خلاص، مجنونة باين عليها ولا هبلة. حواجبها دي بتاعت ربنا ولا تاتو؟ لا بتاعت ربنا. هنشوف احنا برضه ما نغازل بعض، انت خبرة شغلانتك. هنلعب حواجب بعضينا وهنفهم. ماشي، لم يا وليه تجلبيه، لم يا بيت. والجسم ده خساسان ولا شافطة؟ لا طبيعي يا مندور بيه. حلو، والجورة دي مفروضة من عند ربنا ولا ضربة بوتوكس؟ لا 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 لا، مفروضة من عند ربنا. افتكري افتكري كل كلمة قلتها لي. حاضر. عشان لو كدبت في كلمة انت خابرة ايه اللي هيحصل لي. حاضر يا مندور بيه. ادي الولية دي 50 قرش. 50 قرش؟ 50 قرش اعمل بيهم ايه يا مندور بيه؟ حرام عليك يا مفتر يا ظالم، طلبت مني صبية حلوة، جبت لك وردة مفتحة ولابسة احمر اهي زي ما انت قلت. حرام عليك حرام عليك يا مفتر، اعمل ايه بال 50 قرش؟ مفيش حاجة يا مندور بيه. خدوها قطعوا لها رقبتها. لا يا مندور بيه. وطلعوا اللسان وقطعوها عشان الغولة بتحب اللسان. حرام عليك يا الله. أمري قطعوا دراعتها. ده الظالم قال. تعال يا بت،
ثابت ترمي كله قدام عينك من الاول عشان تبقي شايفه وخابره وعارفه انت هتعاشري مين. ها افهمي عشان ما تضيعيش انت لسه شباب. القهوه اقول عليها زياده تيجي مظبوط رقبتك هتطير، فاهمه ولا لا؟ كلمه تخرج من الدار دي سمعتيها انت فاهمه هقطعها قطيع. ما عنديش يعني ها ايوه ودخلتي وقعدتي من غير ما تبوسي يد سيدك هعديلك الغلطه دي. بوسي كفايه انت جعانه ولا ايه؟ بوسي خلاص كفايه خلاص خلصنا. عايز اقول لك على حاجه، الرعب اللي انا مسببه للبلد ده هون والشر اللي انا بس فيه كل دي كوم ده منظور تاني، لكن منظور بيه مع الستات حاجه تانيه خالص. تلاقيني هايف احب الدلع انا واحب الحريم. ايه بنت الحلاوه دي ما شاء الله، ايه دي ودي كبيره حبتين. ده حلق يا منظور بيه. ايوه ربنا يزيد. بيت يلا يا بيت كبسي ظهري يا بيت كبسي. يخرب بيتك مال يدك تقيله ليه؟ مش يد ست دي يد راجل. مالك ما انت يدك حلوه زي الفل اهو. ازيك يا بنت يا صبري؟ مالك يا بنت في ايه؟ في ايه يا بنت؟ هي ما قالتلكش انني ملبوسه؟ مين اللي قالتلي؟ ومين ملبوس مين لابس مين؟ انا ما اعرفش حاجه. اديك عرفت. طب اعمل ايه هاني دلوقتي؟ يعني انت مين ولا انت لابسها ولا هي اللي لابساك ولا انتوا التنين عايزين تلبسوني؟ انت عايز ايه؟ انت مين؟ اني ثروت. ثروت؟ طب وانت ليه لابس الولايه دي يا عم ثروت؟ الحب. حب؟ طيب ربنا يهنيكم ببعض. ده انت حلتها يا عم ثروت. انا اطلع برا وانتوا التنين تحبوا بعضيكم انتوا وصبرين، وخذوا راحتكم الدار كلها تحت امركم. انت بس لو عزتوا حاجه اوقف وقولي اه يا مندور تلاقيني خدام تحت رجليك. بس ابوس يدك فكاد يا عم ثروت. سلام قولا من رب الرحيم. لا بص ليش كده يعني بخاف؟ يعني شوف انا عامل ملاهي الشيطان وكل حاجه بس انا بخاف. اعمل ايه يا عم ثروت؟ تعال هنا. ولا هنا ولا ما مش هاجي يا ثروت. تعال هنا. حياتي النميمة انا جاي يا ثروت. تعال هنا. انت سبتها يا سوي. اوامرك يا منظور بيه. عملتوا ايه في الولية اللي جابت البلوة دي؟ قتلناه. حلو الحمد لله. ليه يا منظور بيه؟ ده هي اللي جابت لك ست الحسن والجمال. حياة النبي. طب سلم على ست الحسن والجمال. ازيك يا ست الحسن والجمال؟ اهلا. شوف ما طلعتش ست الحسن. قول لها انت مين؟ قول لها انت مين؟ انت مين؟ انا ثروت. يلا خد يا الزريبة يا ما فينا تسيبها لوحدي. امشي خد هترتاح يا عم ثروت الزريبة وكل زي ما اتفقنا. امشي لا خدها انت امشي روح يا عم ثروت روح. اسود ده الا للسودة دي الظاهر من كتر الناس اللي قتلناهم هيطلع على دماغي. استر يا رب. سلم قولا من رب رحيم. مين؟ أني ثروت يا مندور. أنت لسه ماشي ثروت ولا اللي مشي ديت البيت؟ أنا ما بقتش فاهم حاجة. عايز مني إيه؟ أني موجود معاك يا عم نمرة السرايا. عايز مني إيه؟ أني حبيتك. والمطلوب؟ أقعد معاك وأسيبها. خلاص تقعد معاي وأنا زي ما أنت شايف يعني ربنا فتح عليا وعامل ملاهي للشيطان. انت اللي هتمسكها ومرتبها تشوف بس الحمايه الاول. بجد هتحميني؟ احميك. ربنا يبارك فيك يا عم ثروت. واهم حاجه ما تطلعليش وانا لوحدي بعد كده. نتقابل في الملاهي. اتفقنا. بالسلامه. انت بالسلامه. استبيني. الحمد لله. يا سعاده البيت بتكلم راجل شرير مولود في الشر. ايوه كل البلد مرعوبه كله خايف ومفيش حديد في البلد غير على الغول. ايوه منظوره بالذهب مسيطر. سلام. بتكلم مين يا منظور بيه؟ لا دي النمره غلط. اهلا وسهلا بالرداله. خير داخلين مبرقين كده يعني مالكم؟ عايزين نقول لجنابك على حاجه. تقول يا عوض. قول انت يا عطيه. عايزين نقول لجنابك على حاجه. ما تقول يا عطيه. قول انت يا عسوي. عايزين نقول لجنابك على حاجة. هتقول يا زفت الطين. في ايه؟
إيراد كل مادة في النازل. إيراد إيه؟ هو إحنا لسه جمعنا المحصول، أنت فين والقصف فيه؟ إيراد الملاهي، اسم الله على جنابك. اسم الله عليك أنت يا أخوي، ملاهي إيه؟ ملاهي الشيطان. الإيراد ماله؟ في النازل. ملاهي إيه؟ الشيطان. الشيطان؟ الإيراد نازل بتاع ملاهي الشيطان؟ ليه؟ شايفني قاعد أنا بعمل محشي مع النسوان في البيت ولا إيه؟ أما الطوبير اللي أنا شايفها ليل ونهار دي بيلعبوا المراديح اللي بيتفرجوا على العفاريت. لا بيتفرجوا على العفاريت. حلو، اديك قلت بعظمة لسانك. اللي بيتفرج على العفاريت مش بيقطع تذاكر؟ ايوه. اي امال انت جاي تقول لي ليه الايراد بيقل؟ يبقى انت زي ابوه، وابوك كان ايه؟ حرامي. ايوه انا نسيتك، انت ابن زكي. انت ابن زكي يا ابن الحراميه. وانا بكهربك ده، انا بديك باليدات. عايز تسرقني؟ فين ياض؟ اتعادل وقول لي مين اللي بيقال لي ولد النصابين؟ الإيراد. الإيراد بتتكلم؟ يا صدقوا عطية بيقول الحق يا مندور. مندور؟ انت نسيت مندور بيه ونسيت نفسك ولا ايه؟ انا نسيت نفسي. انت نسيت نفسك؟ ايوه. انت شك معاه يا مندور بيه، ما تظنش فينا السوء. امال اظن؟ يبقى انت معاهم. تعال عشان انت تخين هاخد معاك وقت. لا انا مندورة بالذهب، اقطع الثلاث روس دول. فاهمين ولا مش فاهمين؟ سامحنا يا مندور بيه. قول لي الحقيقة، الناس عايزة ايه؟ يا مندور بيه، ايه؟ الناس ما بقتش تخاف بالعفارية.